هذه الشاحنة تحمل نفايات من مدينة الزرقاء إلى هنا. ينتظرها أطفال وجدوا أنفسهم بين تلال من النفايات. أجبرتهم ظروف عائلاتهم على دخول سوق العمل من بوابة واحدة من أكثر المهن خطورة. في هذا التحقيق نتتبع قصة عمالة الأطفال في مكب الزرقاء الممتد على مساحة 1000 دنم على أرض حملت اسم حي المصانع، لنكشف حجم الظاهرة وأبعادها وأطرافها، ونقدم بالصوت والصورة مخالفة القائمين على هذا المكب قانون العمل الأردني، بل يذهب البعض إلى أبعد من ذلك بتصنيفه كنوع من الاتجار بالبشر. حاول فريق العمل الدخول إلى هذا المكب مرات عدة لرصد ما يحدث خلف أسواره، إذ لا يسمح لأحد بدخوله سوى شاحنات نقل النفايات، لنصل في النهاية إلى أحد العاملين في المكب. مرحبا، زمان إلك بتشتغل بالمكب حجي؟ والله إلي يعني فترة حوالي 5 سنوات 6 سنوات يعني. علش بس الموضوع يعني في تصويري شيء يعني. ما عندك مشكلة؟ إذا في كاميرا مع الشاب ما خليه بدون كاميرا. لا ما بدك يبين وجهك أو اسمك أو إشي؟ وجهي ما يبينش، الصوت هذا عادي. ولا يهمك. شوف أنت لما تيجي سيارة النفايات جاية من هناك يلف الشوفير ويرجع على المنطقة اللي بدي يفضي فيها، تشوفي غير من حوالي 4-5 أولاد لسه ما طبق سنهم 15-14 سنة ويندفعوا نحو هاي السيارة، ولما تفتح باب السيارة واللي معه بكون معهم إشي، معه حديدة من هنا وإشي بكون معه زي المادة اللي الشنكل هاي اللي يعرف يسحب الكيس ويفتحوا على أساس طول اللي موجود زي علب زي جزايز مية الصح والكوثر أمور زي هيك يعني. طب عمرك شفت حدا تأذى بالمكب؟ نعم شفت حدا تأذى، والأذى هذا إشي نادر منه بالنسبة للمكبات يعني. في إشي شفناه بعيوننا وسمعنا فيه، وشي ما يعني في إشي شفناه بعيوننا، في إشي سمعنا فيه سمعة. أنا واحد من الناس اندعس واحد جدا. كانت المفاجأة أن هذا العامل لديه طفل يعمل في المكب. تمكننا من لقاء الطفل بعد موافقة والده لنسمع منه تفاصيل ما يحدث داخل محطة الزرقاء التحويلية. تجينا النفايات نطول منها الحديد والبلاستيك والألومنيوم، نحط كل إشي لحال، وبيجوا ناس بيحملوا الباقي، يعني مش المنبيحين، هذول منبيحين. الباقي النفايات اللي ما بتنباع نوديها على مكب الغباوي، بس ما بيحاسبوا. لما تنباع البضاعة اللي طلناها بيحاسب. بيجوا ناس تواجر، هم بيجوا بيخذوها وهم بيحاسبوا المعلم، وإحنا بنروح عند المعلم وهو بيحاسبنا. لم يكن زين الطفل الوحيد العامل داخل المكب، فقد استطعنا الوصول إلى آخرين نقلوا لنا شهاداتهم عن ظروف عمل قاسية بالمخالفة للقوانين. أنا عمري 13 سنة وقعدت في المدرسة بس بطلت، واشتغلت في مكب الزرقاء، كان في الصيفان ونقلوا. بشتغل عشان أبوي قال لي عشان يصير حوش زي هيك، وبقيت أعطي يعني أمي وبقيت أعطي أخواتي. بس تيجي هنا السيارات مسابق، تروح الكاظ عليها يعني بيسابق ومسابق على السيارات، يعني في نصهم بيسحب الكيس السيارة يعني ما رفعتش. يعني اول ما اشوف سياره من الغد بتحرقوش عليها، بالشعبطه فيها وهي ماشيه بالشعبطه على السياره وبديروا بلموا. انا طبيعه عملي غد يعني كنت الم خرده زي هيك وحديد وبلاستيك زي هيك، بنروح احنا على النقلات بنفتح الكياس بنطول مثلا العلبه بتيه بنحط خلاص الفرس هذا، يعني تحط الحديد لحال والبلاستيك لحال والبودي لحال، ولما يجي اخر النهار وتكون لم وفارز بتروح بعدي على الوحدة الثنتين. وشغل غاد متعب يعني، الشمس وغير شمس متعب كثير، وفي ناس يعني ياما تأذت كثير وهذا تعبت من شغل غاد.
فأنا كنت شغال غاد قعدت سنتين بس يعني تعبت كثير يوميتي يعني كانت 8 لرات 7 لرات زي أحيانا يعني على النيل طلعت 10 لرات يعني. لا تتوقف معاناة الأطفال عند حد تشغيلهم ساعات طويلة لقاء أجور زهيدة. يحكي هؤلاء الأطفال عن تعرضهم للعديد من الإصابات أثناء رحلة النبش اليومية في أكوام النفايات. تنص المادة 73 من قانون العمل الأردني على أنه لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل 16 من عمره بأي صورة من الصور. وتنص المادة 74 على أنه لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل 18 من عمره في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة. العمل في المكبات صنف ضمن المهن الخطرة وفقاً لجدول المهن الخطرة الملحق بنظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته. قادنا كل ذلك إلى محاولة دخول المكب مرة أخرى لنتأكد من وجود أطفال هناك. استطاعت كاميراتنا اختلاس هذه المشاهد والصور من داخل محطة الزرقاء. حملنا هذه الصور والشهادات وذهبنا بها إلى مركز تمكين المعني بانتهاكات حقوق الإنسان للحصول على توصيف قانوني أدق لظروف عمل الأطفال. بما انه في استقطاب وبما انه في استخدام وبما انه في عمل جبري وهو الاطفال عمل الاطفال في القطاعات الخطره هو شكل من اشكال العمل الجبري. اذا احنا بنحكي عن اتجار بالبشر وانا بعتقد في حالات كثير فيها اتجار بالبشر لكن الاشكاليه في صعوبه الاثبات. حجي انت وديت ولادك يشتغلوا ولا انا؟ نعم كان لي ولد وديته يشتغل وقعد فتره هو شغال في اللي بين أخو وديته كمان هو يشتغل وقعد حوالي سنة ونص سنتين هم شغالين بس لبني طلعت وشفت الأمور أسوأ مما بشوفه قلت له يابا خلص ما بدناش الشغل هذا كله لأنه تشوف الولد هو فاتح الكيس والله بيأكل من الكيس. تخيل أنت مين اللي بده يلجأ لنبش الحاويات؟ إنسان يعني مهدم. اثنين الفرز ما عندنا فرز في المحطة التحويلية لكن بعض الأهالي من القاطنين بالمنطقة بيجوا مرات بشكل غير رسمي بيحاولوا يستفيدوا بالفترة ما بين تكدس النفايات ونقلها لكن الإشي محدود هذا ما في عقد ما في إشي بهذا الموضوع يعني برضو نفس الشيء هالأهالي هذول اللي بيجوا عددهم يعني مش هين بنحاول إحنا يعني نمنحهم دائما شايف لكن مرات بيجوا على الأطراف كذا بيحاولوا أنهم يستفيدوا من بعض الـ يعني المخلفات زي ما قلت لك الحديد أكثر إشي البلاستيك خلينا نحكي ما يعرف بالخردوات خلينا نقول لبيع مرات كمان يعني الكرتون أي إشي لكن هذا بشكل غير رسمي يعني هم بيجوا وظل بين مد وجزر هم إدارة المحطة التحويلية لأنه إحنا أصلاً ما بنقدرش نكدس النفايات لفترة طويلة لأنه بتعرف مع الضغط بيصير هناك مشاكل ومع ضغط النفايات بتولد غاز الميثان بسبب حرائق يعني. نعم هذا داخل المحطة التحويلية بيصير صحيح؟ نعم شفتك؟ نعم 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 لذلك موضوع أنه فرز ومش فرز إحنا مش ما مندير عملية فرز قلت لك مرات بيجوا الأهالي بشكل غير رسمي يعني بيجوا بدون يعني إشي خلينا نقول وبحاولوا دائما موظفينا إنه يمنعوهم من هذا الموضوع بس بتعرف أنت يعني مرات بيجوا بأعداد وإشي زي هيك وبدناش يصير بيننا وبينهم نوع من الصدام يعني. ينص قانون منع الاتجار بالبشر لعام 2009 في المادة 3 على أن استقطاب أو نقل أو استقبال الأفراد دون 18 متى كان ذلك بغرض استغلالهم جريمة اتجار بالبشر. المكب في عدة فئات العمرية بتداوم فيه. في أطفال؟ في أطفال في أبوهم معاهم يعني كل واحد مع أبوه مع أخوه.
أمام هذا الحال كان لابد من مواجهة الجهات المختصة. بلدية الزرقاء المسؤولة عن الرقابة في المكب التي بدت وكأنها تتهرب من مسؤوليتها تجاه عمل الأطفال في المكب. اللي بيقوم على إدارة المحطة هي البلدية، هل في مقر ومكاتب للبلدية داخل المحطة؟ طبعاً المحطة فيها، طبعاً فيها مدير المحطة وموظفين حراس ومربوطين معنا بأجهزة لاسلكي يعني. طيب، لأنه اللي برضو اللي وصلنا المسألة الأكبر إنه في عمل أطفال بصير فيها في هاي عملية. لا لا لا، ما عندي معلومات بهذا الموضوع نهائي. هنا يظهر غياب الإشراف والرقابة الفعليين من قبل البلدية. وفي حال وجود موظفين أو مفتشين من البلدية، فكيف يسمحون بعمل الأطفال تحت أعينهم كما تظهر هذه الصور؟ حددت الاستراتيجية الوطنية جهات عدة للحد من عمالة الأطفال، من بينها وزارة التنمية الاجتماعية. يعني مهمة التفتيش على المنشآت التي يعمل بها الأطفال وخاصة في الأعمال الخطرة بالتأكيد هي لوزارة العمل، إلا أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل أيضا وفق منهجية تسمى إدارة الحالة، وهي وردت هذه التعريف لهذه المنهجية في الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال، وهي عبارة عن منهجية عمل مشتركة ما بين الجهات الشريكة ترتكز على رغبات الطفل واحتياجاته في أوضاع العمل، تتضمن إجراءات التدخل في الحالة. دور وزارة التنمية الاجتماعية يكمن في حال إحالة الطفل العامل من وزارة العمل. تقوم الوزارة بإجراء دراسة اجتماعية وزيارة ميدانية للطفل العامل وأسرته من خلال مراقب السلوك، يتم وضع توصيات ومقترحات، ويتم التنسيق مع الجهات الشريكة لتنفيذ هذه التوصيات أو الحصول على الخدمات الاجتماعية المناسبة للطفل أو لأسرته. لكن ماذا عن وزارة العمل الأردنية؟ لماذا لم تتدخل في هذا الملف وتطبق ما نص عليه القانون؟ الوزارة تقوم بالتفتيش ليس فقط أكشن لأكشن، يعني لما تبلغني مش راح أفتش. الوزارة تقوم بتفتيشها وجولاتها اليومية، لكن إذا لم نصل لكل المناطق هذا لا يعني تقصير من الوزارة، يعني كمان تقصير من المواطن، تقصير من رأى ذلك، تقصير من لم يبلغنا. حتى تقوم فرق التفتيش بعملها، فرق التفتيش تقوم بعملها على أكمل وجه وبكل جهد. نعم العدد كما تفضلت ليس بالعدد الكافي لتغطية المملكة كاملة، لكن بتصورنا أنه يعني نحاول جهدنا، نطلب تعاون الجميع معنا، ونحن جاهزين للقيام بواجباتنا كما يقتضيها القانون وكما تقتضيها ضمائرنا. ضاعت مسؤولية الرقابة على عمالة الأطفال بين جهات الاختصاص، لكن المؤكد وفق أرقام منظمة بيت العمال فإن هناك نحو 100,000 طفل عامل في الأردن. في ظل هذا ينتظر زين ونظراؤه غروب شمس يوم عمل طويل، عسى أن يحمل الغد حياة جديدة.